هعمل دلوقتي معاكم لسان العصفور بطريقه تانية. نعمل طاجن لسان عصفور مع الصوص الابيض جبن المشكله بالفراخ مع صدور الفراخ. اول حاجه عندي لسان العصفور هكون الاول محمصاه وبعدين سلقاه. عندي صدور فراخ مخلي، ثوم، مرقه الخضروات مكعب، عندي كريم الطبخ، جبن مشكل مبشور، والجبنه الموتزاريلا مع البقدونس. اول حاجه عايزه اعملها عايزه اقطع الفراخ بتاعتي علشان الصوص، وهنا ممكن اضيف كمان اي خضار انا عايزاه معاها تطلع جميله جدا. انا دلوقتي بنعمل البيزك عشان مره تانيه اعمل لكم الافتكاسات. هجيب هنا كده الايه الفراخ، صدور الفراخ بتاعتنا، اهو هجيب هنا كده في الجريلا شوية من الزيت، والفراخ هديها رشة ملح وإيه ورشة فلفل اهو كده، وهنزلها على الجريلا. تاخد الشوية اللي انا عايزاها. سيبها بقى تاخد شوية محترمة. هحط الشبت كده بس يدي نكهة مختلفة. وهاجي بقى هنا هحط شوية زيت. وهجيب الثوم. مع الخضرة ومكعب الخضروات بتاعنا مع الكريمة، اهو كده، وايه نشوي الفراخ بتاعتنا على النواحي كلها اهو، وسايبه زي ما احنا شايفين الايه الصوص بتاعنا، الصوص الابيض صوص الكريمه ياخد الغلوه بتاعته الحلوه اهو. هكون مسخنه الفرن بتاعي، معليين النار على الشواية علشان عايزة ابقى اشوي اسيح الجبنة على الوش، تطلع روعة حكاية طبعا. اهو هجيب بقى الجبن المشكلة بتاعتي وايه هحط شوية منهم هنا مش كلهم كده، وهقوم اقلبة في الصوص الجميل بتاعنا الحلو ده. زي ما اتفقنا انا عندي الايه عندي لسان العصفور محمص الاول، محمصينه وبعد كده حاطينه سلقينه، فبيطلع لذيذ جدا ومستوي ومتحمص، فطعم التحميصه فيه تكون روعه. هنزل بقى هنا كده لسان العصفور الطاجن بتاعنا الخيالي. اهو كده. هاجي انا بقى اعمل ايه؟ احط الجبن المشكلة بتاعتي في الطاجن. شوفوا بقى الجمال والحلاوة دي. وعندي الفراخ خلاص قربت خالص على السوا اهو،
شوفوا 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 الحلاوة. يلا هقلب هنا كده الكلام الجميل ده مع بعض، وهعمل ايه بقى؟ هجيب بس 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 الحلاوة والجمال. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا بقى شوفوا 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 الجبنة بقى، مش عايزة احكي لكم عاملة ايه. ها شوفوا بقى وهي سايحة، ويا سلام. هنا عندي الفراخ خلاص اخدت السوى المظبوط، تعالوا نجيب الطاجن وايه نحطها فيه اهو. شوفوا 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 اللي هو بقى الشوية الحلوة مع الطعم اللذيذ، يعني ايه كومبو كده مختلف. شوفوا بقى ملغمة مع الفراخ الصدور بتاعتنا الحلوة، ونجيب بقى الصوص كمان. بصوا بقى حلاوة الصوص وجماله، شوفوا 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 وهوب. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا دلعو، الجبنة السايحة. يا سلام يا سلام يا سلام، حكاية حكاية. شوفوا بقى ندخل كده كله مع بعض ميكسات الجبن اللي جوه دي. لا لا حتة طاجن ناكل صوب. بصوا 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 المنظر، اوبا شغل جامد قوي ده اهو كده. شوفوا شوفوا ناخد الطاجن بتاعنا ونغرقه بالموتزاريلا. ده طاجن الديناميت حكايه، ونخش الفرن ياخد الوش الجميل كده مع الخضره بقى كمان لما بتخش معاه تدي طعم تاني خالص. يلا بينا طبعا.